يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء يعني احنا صامدين في مدينه القدس، احنا من 2013 الاحتلال يعني مش مخلينا نتهنى حتى بدخولنا للمسجد الاقصى. كل ما نخلص فتره ابعاد بيعطينا قرار ابعاد اداري او عن طريق محكمه. القرار الابعاد الاداري بيجي 4 أشهر او 6 شهور، يعني بقرارات متتاليه، يعني ما بنحقش نخش ساحات المسجد الاقصى. يوم الاحتلال بيبعدنا عشان يخلي ساحات المسجد الاقصى لقطعان المستوطنين، ومش بس انا، في رجال دين عكرمة صبري، في عنا نساء رجال ببعدهم بشكل مستمر زي خديجه هنادي عايده الصداوي وعده اخوات انا ببعدهم لفترات متتاليه، يعني زي واكثر كمان ببعدهم. نحن بنقول يعني سياسه الابعاد هاي ظالمه بس بتسعى انه لتفريغ المسجد الاقصى. نحن بنقول للناس يعني توجر البوصله للمسجد الاقصى وتتواجد فيه وترابط فيه، لانه الاحتلال بسعى انه يخلي ساحات المسجد الاقصى ويبعد الرواد، يعني اهل البلد القديمه، الشباب اللي بيجوا بتردد بشكل يومي، يعني زي انا بجي بتردد على المسجد الاقصى بيعطيني ابعادات جائري، يعني انا تقريبا من قرب 5 سنوات متفاوته مبعد عن المسجد الاقصى بقرارات اداريه بقرارات من محكمه الاحتلال. فنحن هون بنقول للناس احنا يعني بدنا الناس تشد حالها للمسجد الاقصى، تملي ساحاته، لانه الاحتلال عماله بيبعد ناس بشكل عشوائي عن المسجد الاقصى، بيبعد حراس، بيبعد نساء رجال. فنحن بنقول للناس انها توجه البوصله للمسجد الاقصى وتتواجد فيه، لانه الاحتلال عماله بيفرغ ساحات المسجد الاقصى. ونحن يعني بنقول ان احنا صامدين في مدينه القدس، يعني رغم الابعادات والتنكير والمخالفات، اصدر مخالفات يعني باهظه بفتره وباء الكورونا اللي احنا هلا فيها، يعني اصدر بحقنا قرارات 5000 شيكل 500 شيكل وانا موجود على ابواب المسجد الاقصى. فاحنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الاحتلال، واحنا بنقول ان احنا صامدين في مدينه القدس، يعني مش راح ينالوا منا من سياسه الابعاد، لانه احنا مش راح نخلي الاقصى لقمه سائغه لهذا الاحتلال.